Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu mana ya? Karo aku nih Amri Vlog Nah seperti biasa ya Aku harap masih mana Muka-muka koncok konco Gak bosan-bosan aku ngaji Lah muka-muka Bacaan Al-Quran Iki bermanfaat Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu ngasih dukungan Ngasih support di channel saya Dan yang selalu nonton video saya Mudah-mudahan Teman-teman semua selalu diberi kesehatan Beri kelancaran rezeki lancar segala urusannya amin ya robbal alamin dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya jangan lupa di like comment share and subscribe terima kasih sekarang kita lanjut belajar ngaji lagi ya teman-teman ya semoga kita semua mendapatkan berkah barokahnya dengan membaca Al-Quran amin ya robbal alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شائرين قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تولوا أن بعض الأولين لا خدنا منه باليمين ثم لقضأنا منه, منه فما منكم من أحد أنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لنعلم أن منكم مقدمين وإنه لددقرة للمتقين وإن لنعلم أن منكم مكذبين وأنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فَسَبِّبِ فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم على سائل بعذاب واقي للكافرين ليس له ضافي من, الل من الله ذي المعاري تحرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يوم إنهم يورنه بعيدا ودراه قريبا يوم تكون السماء كالمحلي وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم يوض المجرم لو يقضي من عذاب يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفسيلته الذي تحوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي قل إنها لقى نزاعة للسهوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاعها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسعوا السر جسوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق مألوم للسائلين للسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير ممنون والذين هم لفروجهم حافدون إلا على أزواجهم أو ما ملقت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافدون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك محدعين عن اليمين وعن الشمال إسين أَيَدْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ النَّعِيمِ كَلَّا إِذَا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِكِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ أَلَا أَنْ يُبَدِّلَ غَيْرَ مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ قدرهم يخوضوا ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يهرجون من الأجداث سراء كأنهم إلى نسب موفدون خاسئة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نظير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن عجل الله أجل الله إذا جاء لا يؤخرون لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابئهم في آذانهم واستعزى

Alhamdulillah semoga bacaan Al-Qur'an iki bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Jangan lupa di-like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.